معروف عن المستشفيات التعليمية إنها مستشفيات تعطي جودة بالعلاج أفضل من المستشفيات الغير تعليمية. هذا الأمر أثبتته الأبحاث والدراسات من الباديز المخولين والمعنيين بالموضوع. المستشفى التعليمي له خصوصيات معينة. الأطباء المتدربين لازم يدربوا على أحدث وأفضل وأأمن العلاجات الموجودة لكل مرض. طبعاً هالشيء بيفرض ساعتها على كل المستشفى بكل كادرها الطبي تكون لاحقة ومتابعة أفضل وأأمن المعايير الطبية بالعالم. أفضل مراكز استشفائية بالعالم هي مراكز تعليمية. فينا نحكي عن مايو كلينيك، فينا نحكي عن جونز هوبكنز، فينا نحكي عن هارفارد، فينا نحكي عن مستشفيات تانية بأوروبا كأفضل مستشفيات بالعالم تتبع أفضل المعايير الطبية وأأمن الظروف وأسلم الظروف لمرضاها، هي بالنهاية مستشفيات تعليمية. وأنا لما اختار لعائلتي مركز للاستشفاء أنا بفتش على المستشفى التعليمي من يلي أنا بعرفه كطبيبة ويلي أنا خبرته بحياتي المهنية وحياتي العادية. مراكز الاستشفائية التعليمية تسهر على راحة المريض والأمان وجودة بالعلاج.